السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد صالح من قناة يرفيجن العربية، النشرة الإخبارية الأسبوعية. نبدأها بالعناوين. حملات تحريضية ضد اللاجئين الروهينجا في مخيمات جامو بالهند. عمليات ابتزاز واعتقالات غير قانونية في ولاية أراكان. انتشار مكثف للجيش البورمي في قرية روهينجية بولاية أراكان. الإعلام البورمي يعترف بارتكاب قادة أمنيين لعمليات اغتصاب جماعي في ولاية أراكان. غموض حول مقتل رجل روهينجي في ولاية أراكان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أضحت الأمور أكثر مأساوية بالنسبة للاجئين الروهينجيين الذين يعيشون في الهند بمقاطعة جامو كشمير بعد الحملة التحريضية الأخيرة ضدهم، وكانت بداية حملة التصعيد الإعلامي الشرسة ضد اللاجئين هناك بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، حيث طالبت أحزاب سياسية هندية بترحيلهم، ثم قامت عصابات محلية بنشر لوحات عنصرية معادية تطالب بإخلاء المنطقة من اللاجئين الروهينجا، حتى انتهى الأمر بإضرام النار في المخيمات. ويطالب شخصيات قيادية في أحزاب سياسية هندية بترحيل اللاجئين لأنهم يشكلون خطراً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة على حد زعمهم. ويعيش اللاجئون الروهينجيون في الهند هذه الأيام حالة من الخوف والقلق، خاصة بعد تصعيد الخطاب المعادي ضدهم، الأمر الذي بات يؤرقهم ويشكل عندهم هاجسا حقيقيا، إضافة إلى الفقر والجوع وانتشار الأمراض الخطيرة في أوساط الأطفال وكبار السن. علمت قناة أرفيجن الفضائية من مصادرها عن قيام ضباط في الشرطة المحلية ببلدة مندو بولاية أراكان بابتزاز أشخاص من الروهينجا وتهديدهم بالسجن لمدة 15 عاماً إذا لم يدفعوا مبالغ مالية طائلة لهم. وأفادت المصادر بأن الضباط يبتزون الروهينجيين بطريقة غير قانونية ويفرضون عليهم غرامات مالية كبيرة بعد أن يتم اعتقالهم بتهم باطلة. وفي السياق ذاته ذكرت قناة أرفيجن الفضائية الناطقة باللغة الروهينجية أن ضباطاً في الشرطة بالبلدة يقومون بجولات ليلية على القرى الروهينجية وينفذون عمليات اعتقالات مفاجئة في البلدة. يذكر أن عمليات الابتزاز ونهب الأموال والاعتقالات التعسفية ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ في ولاية أراكان بعد الحملة الأخيرة التي شنتها القوات البورمية ضد الروهينجا. أفادت مصادر خاصة لقناة أرفيجن الفضائية أن الجيش البورمي انتشر بشكل مكثف في قرية لودينغ شمال بلدة مانغدو بولاية أراكان صباح الجمعة الماضي، وقد استيقظ السكان على وقع ضرب الرصاص والمداهمات ليتم بعدها تنفيذ عمليات اعتقالات واسعة واعتقال الرجال بعد فصلهم عن النساء وطردهن إلى العراء. وبحسب إفادات من الأهالي فإن وحدات من الجيش قامت باعتقال أكثر من 100 شخص من القرية بطريقة عشوائية وبشكل مفاجئ، وذلك بعد أن أقفل مداخل القرية ومخارجها دون توجيه التهم. وأفاد مصدر من القرية أن الاعتقالات تمت بشكل وحشي ومفاجئ وأنهم لم يعرفوا سبب اقتحام القرية حتى الآن، مؤكدا أن السكان لم يستطيعوا أداء صلاة الجمعة بسبب الانتشار المكثف للجيش في القرية. في خطوة هي الأولى من نوعها، قالت وسائل الإعلام بورمية أنها وثقت شهادات من فتيات روهينجيات تعرضن لعمليات اغتصاب جماعي على يد عناصر من الجيش البورمي والميليشيات التابعة له. ووفق محللون فإن هذه الخطوة بمثابة اعتراف غير مباشر من الإعلام البورمي بجرائم القوات البورمية ضد الروهينجا في ولاية أراكان بعد أن كان ينكر الوقائع هناك جملة وتفصيلة. ووفقاً لقناة أرفيجن الفضائية الناطقة باللغة الروهينجية أن الاعتراف والتحول النوعي الذي بات يلعبه الإعلام البورمي يعطي مؤشراً جديداً على سير التحقيقات الميدانية في المشهد البورمي. وذكرت مصادر خاصة أن وزارة الإعلام البورمية قد أرسلت بعض القنوات الإعلامية البارزة إلى مناطق الروهينجا في ولاية أراكان
لتسجيل الوقائع والشهادات حول انتهاكات الجيش البورمي، حيث أقرت تلك القنوات الإعلامية بأنها عثرت على أدلة وشهادات تدين الجيش البورمي وتؤكد ارتكاب عناصر من الجيش لعمليات اغتصاب جماعي بحق فتيات روهنجيات. وقال مسؤول في وزارة الإعلام البورمي أن 3 فتيات روهنجيات قدمن إفادات بتعرضهن لاعتداءات جنسية، مضيفا أن عليهن مواصلة متابعة الإجراءات القانونية والقضائية لتقديم الجناة إلى العدالة. ذكرت مصادر لقناة أرفيجن الفضائية أن الأجهزة الأمنية البورمية في قرية تامي فرا ببلدة بوسيدونغ بولاية أراكان قتلت مسؤولا روهنجيا يدعى حميد الله، كان يعمل لصالح الحكومة بعد إدلائه لمعلومات مغلوطة لصحيفة إيراوادي البورمية. وزعمت الشرطة المحلية أنه قتل على أيدي أشخاص من الروهنجا، في حين تشير الأنباء المؤكدة بأنه كان يتمتع بحماية من الأجهزة الأمنية البورمية نظير خدماته للحكومة وإدلائه لمعلومات عن السكان. ووفقا لمصادر خاصة فإن حميد الله تمت تصفيته في ظروف غامضة بالرغم من حصوله على حماية حكومية لكونه يعمل لصالح الحكومة. مشاهدين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة أرفيجن العربية. شكرا لطيب المتابعة.